Over the long term, the best way to address that threat is through a government in Baghdad, a new government, that is committed to represent and respect its people, not repress them, that is committed to peace in the region. Over the past year, we have deepened our engagement with the forces of change in Iraq, reconciling the two largest Kurdish opposition groups. Beginning broadcasts of a radio-free Iraq throughout the country. We will intensify that effort, working with Congress to implement the Iraq Liberation Act, which was recently passed. لما بدات يعني قانون تحرير العراق سنة 98 اللي أصدرها الرئيس كلينتون، بدأت المعارضة تجتمع وتتنادى أنه لا بد من تغيير، لا بد من وطبعاً صارت 11 سبتمبر <applause> الولايات المتحدة الأمريكية سرعت في في عجلة التغيير فدعت المعارضة العراقية واحدة من المعارضة العراقية دعتهم الحزب الإسلامي العراقي حصل المؤتمر مؤتمر لندن وحصل مؤتمر صلاح الدين مؤتمر الرئيسيين اللي قررت بموجبها موافقة المعارضة على غزو العراق على تغيير نظام الحكم في العراق باستخدام القوة العسكرية باستخدام يعني الغزو العسكري لعدد من الدول اللي تأيد توجهات الولايات المتحدة في تغيير النظام لكن للتاريخ أقولها الحزب الإسلامي لم يوقع على وثيقة الحزب الإسلامي لم يؤيد الحزب الإسلامي لم يشترك لكنه كان جاهز لقضية تغيير النظام بشرط أن يجري التغيير من الداخل وليس بغزو عسكري مرة في صلاح الدين الأستاذ فليح السمرائي يقول بصراحه في برنامج عراقي قبل فتره انه دعي لهذا الاجتماع وكان موجود في السعوديه في وقته استاذ فليح السامرائي دعي الى اجتماع صلاح الدين لبى هذه الدعوه لكنه لم يدخل الى قاعه الاجتماع وذكرهم انه هل تغيير في النظام سيجري عن طريق عمل انقلاب عسكري في الداخل بشكل واضح بشكل واحدة قالوا لا احنا هذا اعضاء المعارضه يعني من الاكراد ومن الشيعه ومن الليبراليين مستقلين الى اخره، قال لا احنا الولايات المتحده لا توافق على اجراء التغيير من بالداخل وانما يصير عن طريق العمل العسكري واحنا ايدنا هذا الموضوع، قال ما انا ما لي علاقه بهذا الموضوع، انسحب أنا قلت ما امثل انا امثل شخصي لا امثل احد. فتحدثت بكلمه قصيره يعني يعني تقريبا صفحه صفحه ونص ملخص الكلمه انه احنا يعني هذا العراق عانى طيلة هذه الفترة من الظلم والاضطهاد والحكم الدكتاتوري احنا الآن آن الأوان لأن نتخلص من هذا الحكم ولكن احنا في المرة الأولى تم اجتياح العراق من قبل بوش الأب وما سووا شيء بقى بقى صدام في الحكم أيضا مرة ثانية يجتاح العراق ويخرب مرة ثانية أنا أعارض هذا نفس الشيء بالنسبة إلى مؤتمر لندن الحزب الاسلامي دعي وايضا واجهت المشكله هي موضوع كيفيه تغيير نظام الحكم شارك لم لم يشارك ابدا لم يشارك ابدا عكس أبداً. ما صلاح الدين صلاح الدين شرك الدعوه وجئت الى استاذ فليح وحده حتى ذكر كفرد قال... ليس كمؤثر عن الحزب حتى ذكر انه انا لم احضر نيابه عن الحزب آه كان الاستاذ المرحوم محمد الالوسي كان موجود في آه في في الرياض وفليح السمراء كان موجود ايضا في الرياض يعني في السعوديه كانوا اثنينهم محمد الالوسي وصلت دعوه باعتباره معارض كان للنظام محمد الالوسي خبر فليح السمراء ان هناك دعوه لحضور اسلاميين للحكم انت واحد من قيادي الحزب الاسلامي ليش ما تحضر؟ قال انا احضر انا اريد اغير نظام الحكم بس بدي اشوف شنو الاجنده للتغيير لما حضر سال قالوا لا احنا لا مقررين يعني هذه هي الاجنده الاجنده تصير بتغيير قوة عسكرية بالغزو العسكري قال أنا ما لي علاقة بها زائدا أنا حضوري بشخصي الدعوة لي من محمد الألوسي إلي ليست بسبب بصفتي أنه أنا كنت واحد من مؤسسي الحزب الإسلامي أنا فليح سمرائي ومع ذلك أنا لم أشارك بهذا أما الدعوة الثانية فوجهت للحزب الإسلامي حصرا وجهت الأمين العام في وقتها إياد السمرائي إياد السمرائي حضر إلى الصالة لم يدخل إلى قاعدة الاجتماعات لما علم أن أن الأمريكان قد قد حسموا أمرهم أن التغيير أيضا عن طريق القوة العسكرية حضر اللقاء و... لأنه ما شفنا صورة في الصورة النهائية بالضبط يعني هذه صورة المؤتمر كل العالم موجودة ف... يعني أنا أتكلم عن التاريخ لو 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 دخل الحزب وأيد إلى آخره هذه تكون تكون جزء من تاريخه لابد أن يكون هناك توقيع على وثيقة معينة لابد أن يكون هناك حضور في هذا الصورة الجماعية اللي يأخذها كل ال... كل اللي اللي شاركوا في هذا المؤتمر في اليوم الأخير من المؤتمر الحقيقة أنا شميت من ريحة الانتقام فقلت لهم يا أخوان ولو يعني حسب فترة صياغة البيان بس انطوني مجال أنا عندي كلمة وموجودين كلهم يعني فرحت ألقيت كلمة قلت لهم وحري بنا جميعا أن نسمو على الخلافات الثانوية لكي يرى فينا العراقيون الأشخاص الأمناء في تبشيرهم بالديمقراطية والتعددية السياسية والعدل والمساواة وإحلال المجتمع المدني المنشود يمكن غيري ما يجرى تكلم هذا الكلام بس أنا أتكلم أولا أنا كل عمري ضد الدكتاتورية وحرابة النظام وأنا فقدت 37 واحد من عائلتي بهم أخوتي وأولاد أخوتي وأولاد عمومتي و8000 واحد من عشيرتي و180 ألف من رل... القومية اللي أنتمي لها إذا من الآن أفكر بعد سقوط النظام أروح أقتل 37 واحد من عائلة صدام و8000 واحد من منطقة تكريت و180 ألف من الطائفة اللي أنتمي لها بس فهموني شو راح يبقى بهالبلد